مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد في محكمة استئناف الدار البيضاء في الموضوع الشهير لعدد كبير من المغاربة كيتبعوه، موضوع تامي بناني. مشاهدينا الكرام، اليوم 16 في الشهر، اليوم الجلسة. السيد الرئيس شاف الأستاذة، شاف أم تامي بناني الجديد في الموضوع، هيئة جديدة كما تناولنا في الموضوع السابق، وكذلك فريق جديد. أول ظهور الأستاذ علي رضا زيان ابن سيد النقيب المعتقل، الله يفرج عليه، حتى هو دخل في التهمي، موضوع تهمي بناني. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا مع الأستاذ اليوم كيفاش كيشوف هذا الملف. أستاذي، التحقتي مع هذا الفريق في عبد الصمد حقوقي، الأم حياة، أستاذة زين بخيار، من أجل ضخ دماء جديدة في هذا الملف. كيفاش كتشوف الموضوع ديال تهمي بناني؟ وكنشوف اولا الناحيه القانونيه، انا عاد دخلت في الميري بحال اللي قلتي، ما كنكليش نعبر على شي موقف قانوني. انا باقي خصني الدراسه وخصني نطلع على اين هذاك هو السبب الرسمي ديال التاخير، لان انا التمست تاخير لاعداد الدفاع، ونظرا لكون هيئه جديده التحقت بالملف في التاريخ ستعاود المناقشه، وكان قرار زعما عادي، ماشي شي حاجه، ماشي شي مفاجاه. كان منتظر ان غادي يتاخر 13 جانفي 2023، ولكن كنشوفه من الناحيه الانسانيه. كنشوف واحد الام لي 16 سنه وهي كتبحث على الحقيقه، وخلال اللقاءات اللي طرات بيني وبينها اللي اثر عليا انها ما عندها حتى شي كره، ما عندها حتى شي احساس ديال، ما كتوخدش المتهمين، باغا تعرف غير الحقيقه، باغا تعرف اش اللي وقع لولدها. شفت واحد السيده بالرغم من المعاناه اللي عانات، الفرق صعيب كنقولوا بالعربيه، واخا عانات من ديك الفرق ديال ولدها الله يرحمه، كتحس بها بان بغات تعرف غير الحقيقه، ما باغا لا تنتقم، ما كاين لا كره، ما كاين والو، خصها تعرف الحقيقه. وشيء طبيعي، شيء طبيعي كتكون كتقول، كتفهم ان ام كتقول لك شنو وقع ليا لولدي، بغيت نعرف غير شنو، قولوا لي غير شنو وقع لولدي، كيفاش، امتى. هذا شيء طبيعي، ان كل عضو في العائله ولا اللي مشى له شي واحد كيبغي غير يعرف وكان. ف هذه هي هذا هو الامر اللي اثر عليا في هذا الملف قبل كاع المناقشه والدخول، لدرجه انني وليت بحالها باغي حتى انا نعرف الحقيقه. كاين واحد الغموض، شنو وقع، كاين واحد السؤال، كاين واحد بين قوسين وداخل القوسين كاين واحد اللون اسود، واحد الظلمه، بغينا ديك الظلمه تدخل فيها النور، بغينا نشوفو نعرفو شنو وقع لتهمي بناني، وعلاش امر بيد الله، كانت هذيك اراده الله، ولكن بغينا نعرفو علاش اليوم تهامي فضل البقاء وماشي معنا هنا في هذه الدنيا. أسئلة تطرح أستاذي الفاضل، من 2007 سبب هاد السنين طوال الملف ما اكتملش، فئة من المعتقلين، من هو الجاني، من هو الضحية، إشكاليات، ثم كذلك الشق القانوني في هذا الملف. يعني لك بحث طويل ومهم وبلي فك وليتي بيا الحقيقة. أنتم السادة المحامون، أنتم الأساس ديال العدالة، المساهمة من أجل تنوير العدالة في هذا الملف، من هو الجاني ومن هو الضحية، أسباب مسببات، كيفاش مات، كيفاش تقتل تهامي بناني، هذه من الأولويات اللي كتشوفوا أستاذي الفاضل في الملف. نعم، أولا بعدا تجربتي غير متواضعة، ما عنديش تجربة كبيرة بالنسبة للزملاء الآخرين اللي عندهم عقود وعقود. من الناحية القانونية بحال اللي قلت لك، أنا باقي ما طلعتش على الملف باش يمكن لي نطرح أسئلة ولا تساؤلات ولا نشيل شي نقطة ولا شي حاجة، ولكن أكيد أن الهدف ديالنا الأول وديال هذا الفريق هو معرفة الحقيقة. والمحاميين، كاين محاميين ديال الضحية اللي هما حنا ديال المطالبين بالحق المدني،
وكاينين محامين ديال المتهمين. كل واحد عنده الدور ديالو، هذا راه حد المشرع، هذه المحاكمه. المحاكمه كاين نيابه عامه كتابع، كاين مطالب الحق المدني كيبحث على الحقيقه ولا كيدافع على المصالح ديالو، كاين محامين ديال الطرف الاخر اللي غادي يديروا المجهود ديالو باش يبرئوا الناس ديالهم، شيء طبيعي. هذه هي المحاكمه، ولا ما نحتاجوش كاع المحاكمه، وكاينه هيئه اللي غادي تحكم بناء على المعطيات والنقاش اللي غيطرى بيناتها، هذه هي المحاكمه. دونك شيء ماشي شي حاجه. غادي نخليو السيد الفاضل ليك الوقت تطلع الملف وتعطينا وجهه النظر ديالك كيفاش شفتي الملف من جميع الجوانب. شكرا لك، كنتمنوا لك التوفيق في المهمه. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا اليوم الجلسه تاجلت 13/1، كان حوار او نقاش بسيط بين استاذ زين بخيار وسيد الرئيس ديال الهيئه بحضور ام حياه وبحضور ممثلين كذلك ديال الحق المدني وبحضور استاذ رضا علي زيان. مشاهدينا الكرام، الكلام ديال الاستاذه خيار تطالب مجموعه من الوثائق، فكان الجواب للسيد الرئيس انه قال لي احنا ما عندنا ما نخبيو، واي وثيقه نحن راه الاشاره لتنوير اكثر دور ديال المحامي ولتنوير كذلك العداله في الموضوع. مشاهدينا الكرام، شعار ديال رئيس الجلسة تبيان الحقيقة والبحث بدقة في هذا الملف. مشاهدينا الكرام، هذه طريق صحيحة مرة أخرى، نتنبأ أنه يدار الحد لهذا الملف والبحث في الأخير عن الحقيقة وكذلك من هو الجاني ومن هو الضحية. مشاهدينا الكرام، التحاق الأستاذ زيان ضخ دماء جديدة في الملف مع الأستاذ خيار للوصول لهدف الأسمى في الموضوع واسباب ومسببات موضوع التهامي بناني. مشاهدينا الكرام، غادي تتبعوا معايا الحوار مع عبد الصمد الحقوقي وكذلك مع الام حياه ام تهامي بناني. مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا.